لكل بلد أو منطقة طقسها وأجواءها في فصل الشتاء. وأول ما يتبادر لأذهاننا عندما نذكر الشتاء هو الثلج، الأجواء الرائعة التي يخلقها ذلك، وتحول طبعا شوارع هولندا إلى ساحات للثلج أو مساحات للثلج بعد أن كسى الجليد الشوارع، ليخرج الهولنديون بأحذية التزلج للاستفادة من هذا الطقس البارد. خلونا نتعرف على المزيد من خلال التقرير التالي. أخرج الهولنديون أحذية التزلج على الجليد مجدداً للاستفادة من الطقس البارد الذي أدى جزئياً إلى تجميد قنوات أمستردام الشهيرة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات. لليوم الثاني على التوالي أراد عشرات المتزلجين المغامرة، رغم أن طبقة الجليد كانت رقيقة جداً في بعض الأماكن قرب طواحين الهواء الشهيرة المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. كان عشرات الأشخاص يتزلجون في وقت مبكر من صباح الأحد. وفي لاهاي والمناطق المحيطة بها أتى متزلجون مع أطفالهم مثبتين إياهم في عربات أو برفقة كلابهم، حتى أن البعض أتى إلى المكان بدراجات هوائية أو نارية. كان محب التزلج قد تجمعوا على العديد من البحيرات والأنهار المتجمدة في كل أنحاء البلاد، حيث أصبح هذا النشاط الخطر موضع تقدير كبير، ما دفع بعض البلديات إلى إغلاق الطرق لتجنب الاحتشاد. وتجتاح موجة برد هولندا منذ أسبوع، لكن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وقد حذرت بعض البلديات من خطر ذوبان الجليد.